السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والهمة. دلوقتي ممكن يكون عندي موقع عام أو مبنى معين وعايز آخد فيه سيكشن بشكل مختلف. سيكشن 3D بيقطع بالطول كله، لا أنا عايز آخد سيكشن 3D في الحتة دي كده 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 كده، يعني عايز أقطع الحتة دي، تمام؟ فمفيش حاجة مباشرة، يعني مفيش سيكشن 3D بياخد شكل مضلع أو أقدر أنا أرسمه على هيئة مثلا اي حاجه. فانا عايز الاقي حل للموضوع دوت، فنشوف مع بعض نعمل الموضوع ده ازاي. تمام، اول حاجه هحول دوت لارتكشر عشان الالوان بتاعته تبدا تظهر بالشكل دوت، وهاجي هنا اعمل السكشن بوكس فعله. تمام، طيب لو ما تفعلش، لان من شويه كنت شغالها فيه وما تفعلش، تيجي هنا تقول له زر لي، فممكن ساعات السكشن بوكس يبقى موجود بس مخفي. تمام، فهنا من الطريقه دي اظهرت السكشن بوكس. طيب هاجي هنا اديله اسم معين، تمام، ممكن اقفله على اساس ما اضمن ان هو ما يتحركش، هنسميه مثلا اكس، واعمل له دوبليكيت. يبقى كده عندي 2 فيو. تمام، طيب وهاجي بقى في الشيت انزل حسام حسن وابراهيم حسن، انزل اكس، تمام، وبعد كده انزل الاكس كوبي، تمام، ولو نزل متحرك بتعمل له موف بحيث ان هو يظبط معاك. طيب خلينا نمسكهم واحد واحد. انا هاجي هنا وهاجي اقول له اظهر لي السكشن بوكس، تمام، فظهر بالشكل دوت. هبدا اسحب لحد الشكل ما يظبط معايا، تمام اهو. كده ده الشكل الاولاني، اخرج ادوس مرتين بره، وبعد كده هاجي على الشكل التاني وادوس مرتين وابدا اقول له يظهر لي السكشن بوكس. تمام، اهوت اعمل اعلم عليه، وبعد كده من الكليبس دوت ابدا اسحب بالشكل ده، تمام، فيظهر لي بالشكل دوت. وبعد كده هاجي في الشكل دوت، تمام، واقول له فعل لي البروف فيو اهوت، يبدأ يظهر لي الحدود بتاعت كروب فيو. فأنا هسحب من هنا بالشكل دوت لحد ما نوصل بالنص بالظبط. زي ما انت شايف المبنيين هم بقوا كاملين، بيكملوا بعض، وقطعنا الجزء دوت، فده ادى جمال للشغل بتاعنا.